لجنة الخمسين تقرر إلغاء مجلس الشورى من الدستور بعد تصويت 23 عضوا ضد بقائه. خلال اجتماعه بمجلس المحافظين، البدلوي يقول إن تنفيذ خارطة الطريق تسير وفق الجدول الزمني واستفتاء الدستور والانتخابات في المواعيد المحددة. الخبراء السويسريون يؤكدون أن النسبة المرتفعة للبولونيوم المشع في غفات عرفات تشير إلى تورط طرف آخر. ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. البداية مع زميلتي إلهام نمر، إليك إلهام. أشكرك أمل، مساء الخير مشاهدينا. نبدأ بالشأن المحلي، حيث أعلن محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة قررت في جلستها المغلقة مساء اليوم نظام الغرفة الواحدة للبرلمان، أي إلغاء مجلس الشورى. وقال سلماوي إن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة بهذا الشأن استغرقت 5 ساعات، وأجرت تصويتا انتهى إلى موافقة 23 عضوا على نظام الغرفة الواحدة ورفض 19 آخرين. أضاف سلماوي أنه سيتم إعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة. كان خلاف قد ساد بين الأعضاء في هذا الشأن رغم توصل لجنة نظام الحكم إلى أهمية وجود غرفة برلمانية ثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وأن يكون لها اختصاصات جديدة وصلاحيات أكبر من تلك التي كانت ممنوحة لمجلس الشورى من قبل. من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة أن بث جلستها على الهواء مباشرة سيكون أثناء التصويت على المواد بشكل نهائي بعد إقرار صياغتها من لجنة الخبراء العشرة. أكد دكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وأن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده يعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد. بدوره أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن قانون التظاهر سيصدر قريبا بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته، كما أشار إلى أنه سيتم طرح مناقصة لإعادة تخطيط مدينة القاهرة. وفيما يتعلق بأزمة البوتاجاز، أكد مجلس المحافظين الموافقة على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات المخالفة، حيث سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه والسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حالة تكرار المخالفة. عودة مرة أخرى إلى موضوع إلغاء مجلس الشورى حسب ما أقر اليوم أو أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كمال الهلباوي المفكر الإسلامي وعضو لجنة الخمسين. دكتور كمال، تحياتنا لك أولا. أشكركم على الاتصال وأهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. دكتور كمال، بعد التصويت على إلغاء مجلس الشورى من الدستور في جلسة اليوم، أولا هل يعد ذلك التصويت نهائيا أم أنه قد يطرأ تغيير خلال جلسات التصويت المقبلة؟ لا، هذا تصويت نهائي، لأن التصويت على مفهوم وليس تصويت على مادة بعينها ولا نص بعينها. هو تصويت نهائي. طيب دكتور كمال، يعني نجد ان عدد الاصوات متقاربه 23 صوتا ضد 19 صوتا، واعتقد يعني كده 44، يعني قاعده الاغلبيه المطلقه 50+1 مطبقه في هذا. طيب هل مر التصويت بهدوء ام حدثت خلافات ايضا من جانب المعارضين كما كان الحال في وقت سابق حين وجد تشبثا بالراي؟ لم يحدث اي خلاف، وكان التصويت حضاريا جدا. انما قبل التصويت ساعات الناس بيرتبوا صوتها، انما اثناء التصويت وبعد التصويت
الجميع قبلوا والجميع يدعموا التوجه الجديد. طب دكتور كمال، كانت تلك المادة هي إحدى المواد الخلافية في تعديل الدستور، ماذا عن المواد الأخرى التي لم يتم التوصل إلى يعني إجماع عليها حتى الآن؟ سيتم مناقشتها إما أثناء مناقشة المواد كلها وإما في نهاية مناقشة الأبواب التي تم يعني هذا معناه دكتور كمال يعني هذا معناه أن هناك بعض المواد قد تؤجل أو يؤجل التصويت عليها. صوت غير واضح لو سمحت. دكتور كمال يعني أكرر السؤال، هذا معناه أن هناك بعض المواد قد يؤجل التصويت عليها لحين الوصول إلى مرحلة نهائية التصويت بشكل نهائي؟ ممكن هذا ممكن. أشكرك شكرا. أشكرك الدكتور كمال الهلباوي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور. رفعت قوات الأمن بشمال سيناء من حالة تأهب بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بالتزامن مع تواصل الحملات الأمنية لملاحقة المطلوبين بمناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد. وانتشرت قوات شرطية مدعومة بمدرعات وتم نشر حراسات حول كافة المواقع الأمنية بالمحافظة ومقر المصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد ومحكمة شمال سيناء، كما استمر إغلاق ميدان المالح وسط مدينة العريش وميدان مدينة الشيخ زويد وميدان قرية الجورة، وإغلاق مناطق تمركزات القوات الأمنية في مناطق في مداخل مدينة الشيخ زويد ومختلف مناطق تمركز القوات برفح. أجل قاضي المعارضة بمحكمة جنوب القاهرة بزنهم النظر في تجديد حبس 44 من أنصار تنظيم الإخوان إلى جلسة 16 من الشهر الجاري على خلفية أحداث الشغب التي شهدها محيط ميدان التحرير والقصر العيني وميدان سيمون بوليفار خلال احتفالات 6 أكتوبر. كان المتهمون قد حضروا جلسة المحاكمة في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم سجن المحكمة للنظر في تجديد حبسهم. وكالة النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين بعدما وجهت لهم تهم التعدي على قوات الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتجمهر وإثارة الشغب وإتلاف مركبين وإغراقهما في النيل وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء. قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل 4 جلسات محاكمة نجلي جمال صابر منسق حرقة حازمون على خلفية اتهامهما بالقتل في أحداث الشغب والتي وقعت في شهر مارس الماضي بمنطقة رود الفرج، إلى جلسة 5 يناير القادم لحضور المتهمين من محبسهما. كانت النيابة العامة قد أحالت كل من أحمد جمال صابر وشقيقه عبد الرحمن إلى محكمة الجنايات في الأحداث التي وقعت في رود الفرج يوم 18 من مارس الماضي والتي أسفرت عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين وتحطيم 130 محلا تجاريا. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 40 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في وقائع ارتكابهم لأحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر في أكتوبر الماضي. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر واستعراض القوة والإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام. كانت النيابة العامة قد تلقت اختارا في 20 أكتوبر الماضي من الشرطة بتجمهر مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر وقيامهم بإدرام النيران بنهر الطريق وإتلاف سيارات المواطنين وتعدوا على قوات التأمين ورشقوهم بالحجارة. بحث وزير الخارجية نبيل فهمي خلال لقائه بالعاصمة الإسبانية مدريد ورئيس مجلس النواب الإسباني بوسادا موريانو، بحث تطورات الأوضاع في مصر منذ ثورة يناير وكذلك الالتزام بإتمام عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي في مصر. وبدوره أكد رئيس مجلس النواب الإسباني دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر ومساندته للخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنفيذ خارطة الطريق.
هذا ويبحث فهمي خلال زيارته بالمسؤولين الإسبان سبل دعم علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية بين القاهرة ومدريد. طالب مجلس وزراء البيئة العرب في ختام دورته 25 والتي عقدت بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان، طالب بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية بشأن تأثير كل من مفاعل ديمون الإسرائيلي ومفاعل بوشهر الإيراني على المنطقة العربية. كما طالب المجلس أيضا بسرعة التصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحمية الطبيعية تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب. 25 بندا دارت حولها نقاشات اجتماع الدورة 25 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، نقاشات تسوق العمل العربي البيئي المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة والمرجوة من كافة قرارات اجتماعات الدورات السابقة والحالية. تأكيد المواقف بخصوص فرض القضاء المطروح على الساحة الدولية موضوع التغيرات المناخية ومؤتمر القمة القادمة في واشنطن، وأيضا الاتفاقيات الأخرى إذا كانت ملف الكيماويات، المواد الخطرة، بازل، التنوع الأحيائي، التصحر، أيضا التربية المستدامة، أيضا قد كثير من البلدان العربية فيها مشاكل ورافع به التردي. رفع التوصيات اللازمة في البدء بتنفيذ هذه القرارات. طبعا قرارات متنوعة تشمل تركز على الجانب البيئي في العديد من الدول، تطوير الجانب البيئي. وتأتي على رأس هذه البنود التي ناقشها اجتماع الدورة 25 متابعة تنفيذ قرارات الدورة 24 السابقة، وكذلك تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، فضلا عن متابعة تنفيذ الأثار البيئية والصحية السلبية الناتجة عن التلوث الإشعاعي خاصة في المناطق الحدودية مع إسرائيل، إلى جانب إعداد دراسة حول مخاطر مفاعل بوشهر الإيراني. المجتمع المدني ومشاركة المجتمع المدني كانوا أحد العناصر الأساسية التي اقترحت بعض التقارير اللي سجلت حديثا من خلال مجلس من خلال رائد ومن خلال المجتمع المدني، كانت تقارير رائعة جدا حديثا، وكل الشكر حديثا عن ما بذلوه، وهذه حديثا عنصر أساسي في الارتقاء بالعمل البيئي العربي على كل مستويات، يعني سواء كان مستويات الوطنية أو سواء كان على المستوى العالمي، لأنه هنالك من الحاجات الأساسية في العمل هو توحيد وجهة النظر العربية. كذلك ناقش المؤتمر تطوير آليات العمل العربي المشترك لدعم الموقف التفاوضي للدول العربية في المؤتمرات الدولية كمؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقرر عقده 2014 والاجتماع الأول للجمعية البيئية لبرنامج الأمم المتحدة، وأخيرا التحضير لأعمال القمة العربية التنموية المقرر عقدها في يناير 2015 بجمهورية تونس. من مقر جامعة الدول العربية آية عبد اللطيف أميلة. نفت وزارة الزراعة انتشار أي نوع من الطماطم المسرطنة، خاصة بعدما أثير حول وجود طماطم إسرائيلية مسرطنة بالأسواق المصرية. كما أكدت الوزارة أنه تم جمع عينات من الأسواق وتحليلها والتأكد من عدم صحة ما أثير من معلومات بوجود مواد ضارة بالصحة من خلال تلك العينات. جدلا واسعا أثارته مشكلة الطماطم في الشارع المصري، ما أدى إلى استياء قطاع عريض من المواطنين.